أشرفت اليوم وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة أبو جمعة على إطلاق أشغال إنجاز حظيرة حضرية بمنطقة باردو وسط مدينة قسنطينة، والمندرج في إطار التحضير لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. المراسلة لأمينة بعطوش. استرجعوا ثقافة الحدائق كصورة حضارية بيئية جمالية باستفادة ولاية قسنطينة من 25 مشروعا في قطاع البيئة وتهيئة المحيط، والتي كان من أهمها المشروع الطموح لحي باردو. بعد مصادقة المجلس الحكومي، وقفت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة أبو جمعة على انطلاق أشغاله الذي سوف يكون رئة عاصمة الثقافة العربية ومتنفسها. يتربع المشروع على مساحة معتبرة بها أنواع عديدة ومختلفة من النباتات تؤهله لأن يكون قطبا إيكولوجيا ثقافيا بامتياز. يشمل مساحات نباتية ذات قيمة علمية وحدائق متعددة وحدائق موضوعاتية دي جاردان تيماتيك وعدة منشآت أخرى كتأهيل ود الرمال لكاسكاد. وهذا المشروع يتربع على مساحة تقدر ب 65 هكتار، وهذا مهم جدا. والإنجاز سيتم من خلال مجمع جزائري إيطالي. كما عينت الوزيرة مشروع إنجاز حظيرة للتسلية والترفيه بحيز وغسليمان فاقت وتيرة إنجازه 30%. مشاريع ستكون مشتلة لاكتساب الخبرات الدولية في مجال البيئة والبستنة.